مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حديث الساعه. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو فتح دور العباده. في فتره الكورونا لما قررت الحكومات اغلاق دور العباده، كثير من المؤمنين، كثير من الناس حزنوا، وناس شفنا يعني دمعت عيونهم، لان هذه الدور اللي هي يتلاقوا فيها الروحانيه، يتلقوا فيها أو يتقربوا فيها من الرب أو الله سبحانه وتعالى، كانت فترة امتحان لنا. وأتوقع أنه هذا شيء جيد أنه إحنا عرفنا أنه قديش إحنا بنحتاج هذه الأماكن. الآن أنا والأستاذ محمد حنتكلم عن هذا الموضوع، الموضوع اللي الحمد لله الآن بدأت تفتح الأماكن دور العبادة في مقاطعة أنتاريو وفي كيبيك أعتقد من يوم الاثنين القادم. فعشان هيك في عنا ضيفين عزيزين، بحب الأستاذ محمد إذا بحب يرحب فيهم. أهلا وسهلا بأخونا الأب فادي وأخونا الشيخ أنيس. الله يتأهل فيكم، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بالأب فادي والأخ أنيس. الحقيقة إحنا يعني نسعد بوجودكم معنا، كانت من تباشير تخفيف المعاناة وتخفيف الحجر على الناس أنه بدأت تهاليل فتح دور العبادة، واستبشر الناس خيرا وأحسسنا أنه هذه بشارة خير. والحقيقة حتى يعني نزيد تفاؤلا، قلنا خلينا نستمع من أهل الدار ونستمع من أهل البيت، فنلتقي بالقائمين على دور العبادة يسمعون ويطربون ويبشرون إن شاء الله بالخير. وهذه بيوت الإيمان، بيوت الإيمان دائما تجعل القلوب شرحة ويعني تطمئن لبشارة الله سبحانه وتعالى. فنرحب بكم من جديد ونترك لكم مجال للترحيب، وبعد ذلك نبدأ حوارنا في فتح دور العبادة. نبدأ بالأب فادي، تفضل. أول شيء مساء الخير للكل، وبتشكركم على دعوتكم. نرحب طبعا بأخونا فضيلة الشيخ دكتور محمد وبحضرتك بكل عم بيشاهدونا ويتسمعوا علينا. أهلا وسهلا فيك شيخ أنيس. تحب بدوري أنا كمان بشكركم كتير على هالاستضافة، والله يجزيكم الخير، وإن شاء الله بيكون برنامجكم برنامج ناجح وبيفيد العرب بشكل عام ببلاد الاغتراب إن شاء الله. طبعا سريعا، الأخ أنيس هو أحد أعضاء البورد في المين موسك في أوتاوا، أعتقد هو الفي بي في البورد. نعم. أوكي، أهلا وسهلا فيك. وأبونا الأب الفاضل فادي يعني أشهر من نار على علم في مدينة أوتاوا، ويعني له جل الاحترام والتقدير. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نكون حلقة مميزة معكم إن شاء الله. إن شاء الله. احكونا أول شيء. طيب إيش؟ تفضل تفضل سيد محمد. سيد محمد سامعني؟ نعم تفضل. أنا نعم سامعكم الآن. بدي أتكلم بالبداية، كم المدة اللي تم فيها إغلاق دور، والآن القرار إجا بناء على أي صدى؟ هل كانت مطالبات، هل كانت أسباب معينة أدت إلى فتح دور العبادة من جديد؟ فياريت نستمع من الأفادي على حيثيات فتح دور العبادة والمدة اللي تم إغلاقها، ويعني لماذا تم هذا القرار فتح دور العبادة؟ هل هناك فعلا بشارات كانت موجودة حتى اتخذوا هذا القرار، ولا هي مطالبات؟
يعني بالبداية الكنيسة ودور العبادة من جوامع وكنائس، نحن جزء من هذا المجتمع الذي نحن عايشين فيه، ولا بد أنه نحترم ونكون أول الناس المنبادر إلى احترام قوانين البلد الذي نحن عايشين فيه، خاصة لسلامة الناس والمؤمنين الذي نحن كما مسؤولين عنهم روحيا. فبقى من تقريبا من نص آذار تم يعني إغلاق دور العبادة، واستجبنا إلى مطالب الدولة طبعا أو إلى توجيهاتها ولا وزارة الصحة، وطبعا هذا كان قرار يعني استجابة من مجلس أساقفة كندا الكاثوليك طبعا، بالإضافة إلى باقي الطوائف المسيحية بهالبلد. طبعا كانت تقريبا مدة 4 أشهر، يعني 4 أشهر إلا شوي، بتسكير الكنائس، ومشينا طبعا بحسب القوانين والتوجيهات يلي تمشي فيها وزارة الصحة، ونحن دائما منتابع مع مجلس أساقفة كندا الكاثوليك بكل التوجيهات اللي بيوجهونا فيها، لأنه هن باتصال طبعا دائم مع المسؤولين بوزارة الصحة وبال الأب فادي. نعم. انقطع الاتصال عندك، اتوقع انه لازم تطلع ترجع وتدخل. استاذ انيس. نعم تفضل. اذا تحدثنا عن المساجد، ايضا المساجد مرت بنفس الظروف، وكان الامر فيه قرار للاغلاق، واخذت المساجد هذا القرار، وكان حقيقه القرار ليس بالسهل، ليس بالامر السهل، خاصه صلوات الجمعه والحفاظ عليها. الآن عدنا إلى المساجد، فالعودة إلى المساجد كانت بعد ترتيبات ولا ومطالبات، ولا كان هو قرار من الحكومة في أونتاريو، جزء من قرار على مستوى الوطن على مستوى البلد، واستفادت منه كل دور العبادة. هل ممكن تحدثنا كيف تم اتخاذ القرار؟ والله هو بداية نحن نحترم القوانين أول شيء، ما فينا نتجاوز قوانين البلد اللي نحن عايشين فيها ونحترمها، هذا جزء من ديننا يعني. وقت ما يعني طلع هذا القرار، تم اجتماع لمجلس الأئمة في أطوة بشكل خاص، وإدارات المساجد كلها بشكل عام كمان، واستجبنا لهذا القرار. يعني هو كان قرار صعب، يعني تعرف انت دور العبادة من اصعب ما هنالك انك تغلقها، ولكن الحمد لله رب العالمين فترة ومرينا فيها، واشاء رب العالمين انه ترجع الامور ان شاء الله، حترجع لمسارها الطبيعي. ولكن هلا عندنا يعني 30% نقدر نستوعب. نعم. طب أنا بدي أسأل سؤال لكلا الضيفين، كيف كانت ردود أفعال الجالية عندما أغلقت هذه الدور العبادة؟ هل في ناس اعترضوا؟ هل في ناس، معظم الناس كانت موافقة على الموضوع؟ نبدأ بالأب فادي. بالحقيقة هو كتير صعب، نحن شعوبنا كثير متعلقين بالإيمان وبالصلاة وبرب العالمين، وهي يمكن أول مرة بيعيشوها شعبنا المشرقي اللي ببلاد الاغتراب أو بكندا إنه تتسكر الكنائس ودور العبادة. لكن طبعا في ناس تفهمت الموضوع من أجل الصحة العامة، وفي أشخاص كان بحاجة إلى توعية أكثر، إلى شرح أكثر من قبل الكنيسة، لأنه الصحة العامة هي بالنهاية أولوية، وبالنهاية كل إنسان بيقدر يصلي ببيته، بيقدر بيعمل من بيته كنيسة أو دار عبادة، الصلاة ربنا بيقبلها وين ما كنا. وهيك فترة كمان لحتى الإنسان يرجع إلى ذاته ويرجع إلى ربه ويرجع يحس بقيمة الكنيسة ودار العبادة اللي كان يتردد لها بالوقت الماضي، فرصة كمان للقائه مع عائلته مع أولاده، بحاجة كمان نرتاح يعني. طبعا هاي بتبين اليوم اكثر من بعد 4 أشهر تقريبا من الحجر،
لما بترجع تفتح بنبلش بنحس بقيمة الكنيسة ودور دار العبادة اللي نحن متردد لها. أخ أنيس. طيب. نعم. يعني نفس الشيء، في ناس كتير يعني استصعبتها، يعني مثل ما بنقول يعني كانت صعوبة جدا، ولكن في البعض تفهم الوضع. في ناس ظلت تتردد على المسجد حتى لو بيجي بس فور درايف، بس يوقف بالباركن لوت يعني لفترة صغيرة ويمشي. تعرف انت ناس متعودة يعني تعلق في ال... ايه نعم الروحاني تعلق اكيد. نعم. اكيد. طيب بعد ما اعيد واستؤنف العودة الى المساجد والكنائس ودور العبادة، اخونا الأبفادي، يعني كيف بدأ، اول ما بدأ القرار كيف بدأ تبليغكم للناس، تخبيركم للناس، كيف بدأتوا تخبروا رعاياكم المؤمنين بالعودة؟ بكندا مثل ما بلشت بأول الحديث، في مجلس أساقفة كندا الكاثوليك، نحن بناخذ توجيهاتنا من من مجلس الأساقفة اللي هو باتصال مثل ما قلت مع وزارة الصحة، وبيبعثوا لنا طبعا عبر الإيميل والإنترنت التوجيهات اللي نحن لازم نعملها. طبعا كان في بروتوكول، يعني قوانين كيف بدنا نفتح الكنيسة، كيف بدنا نستقبل المؤمنين، كيف بدأ قديش مقدرة استيعاب الكنيسة، وطبعا مع كل القوانين أو القوانين الصغيرة اللي هن حاطينها كتوجيهات تعليمات لحتى نصلي ولحتى نحافظ على الصحة العامة. وبالمثل أستاذ أنيس، بالمثل بدأ تبليغ المسلمين للعودة إلى مساجدهم من خلال القنوات؟ نعم، نحن عندنا برنامج أونلاين كان لفضيلة الدكتور محمد سليمان، هو إمام المسجد الكبير في أطوة، هو بدأ عنا بأول أبريل بشباط بدأ، وسبحان الله يعني اجت هذه البانداميك، وكان أكثر محاضرات بدأنا فيها أونلاين لأنه سكرنا المسجد والله، وما شاء الله كان ناجح فيها جدا، يعني هيئ الناس وهدأ النفوس، وكان حتى كمان في موعظة يومية كانت برمضان، كان كل يوم ما شاء الله برنامجين يقدم أو ثلاثة، ولحد هلأ بعده أونلاين، ولكن هيئ الناس لوقت ما إجا الوقت يعني وفتحنا المسجد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نهار الجمعة الماضي كان أول يوم. نعم. والله يا أخوان بشكل عام يعني فرحة الناس المؤمنين رجعين على المسجد، رجعين على دور العبادة بشكل عام، بس أنا بتكلم لأني شفت عنا بالمسجد، يعني فرحة لا توصف والله. والحمد لله عندنا فريق متكامل من المتطوعين، يعني عندنا تقريبا شيء فريق حوالي 15 شخص، ونظمنا الأمور بشكل جيد جدا يعني، وكل الناس كانت ما شاء الله متقيدة، وعندنا سعة كان ما شاء الله يعني 30% كان عندنا فوق ال 220 شخص يعني سعة للمصلين. طبعا هذا السؤال كانت تسأل فيه الدكتورة ربا، بتقول نعم. هل قمتم بعمل صلوات إلكترونية؟ انت حكيت عن موضوع اللي كان قوم فيه المسجد، واتوقع كنتوا تنقلوا بعض الصلوات لايف عن طريق الفيسبوك والقنوات الإلكترونية تبعت المسجد، صحيح؟ نعم، هو أكثر بنفت حصلنا عليها يعني برمضان، سمحت لنا بلدية أطوة بالآذان بس لصلاة المغرب، لأنه كان رمضان ووقت الإفطار. نعم، سمح الآذان علنا على المئذنة يعني.
ويوم العيد نحن صلينا عملناها درايف ثرو لانه قانونيا كان بحق لنا، يعني عملنا صلاه العيد كانت ناجحه جدا في المسجد الكبير ما شاء الله، مش داخل المسجد، صلت الناس في سياراتها، وعملنا ستيج للامام في مقدمه الموقف امام المسجد وكانت ناجحه جدا الحمد لله. الحمد لله. طيب نكمل بالسؤال هذا عشان ناخذه للاب فادي، هل وجدتم ان هناك في فائده من هذه الدروس والعظات التي بداتم تقومون بها اونلاين عن طريق السوشيال ميديا، وهل ستستمرون بها؟ أخ أنيس سمعت السؤال؟ نعم السؤال بقول هل وجدتم أنه في فائدة كبيرة وصلت للمجتمع من خلال الدروس اللي قام فيها المسجد عن طريق الأونلاين أو السوشيال ميديا، وهل حتستمروا فيها بعد الفتح إن شاء الله؟ هلا أكيد حنستمر أونلاين، هذا مفروغ منه، يعني خلاص الناس تعودت، لأنه حتى يعني لحد الآن مسموح مثل ما تكلمنا يعني 30% صح؟ والناس متعطشة لهذه الدروس يعني. ممتاز. من شان هيك رح نستمر فيها إن شاء الله رب العالمين. أنا بس بدي أتأكد الأب فادي سامعنا؟ إيه أكيد. أوكي. ممتاز. أب فادي نفس السؤال لك. نفس السؤال لك، هل سويتوا أي صلوات إلكترونية أو دروس إلكترونية خلال الفترة، وشو الفائدة اللي وجدتوها وهل حتستمروا؟ يعني طبيعي انه استفدنا من موضوع التواصل الاجتماعي كان الفيسبوك او اليوتيوب لنقدر نتواصل، وصدفة انه فترة البانداميك كانت بفترة الصوم الكبير عنا وفترة اعياد طبعا القيامة، تواصلنا مع الناس اكيد من خلال الصلوات عن طريق الفيسبوك، لكن أنا شخصياً ما بفضلها، لكن كنا مجبورين. هلأ ليش أنا ما بفضل هالأمر هذا؟ لأنه ما بدنا نخلق بقلوب الناس أنه هي عادي وهي صحيحة أنه نحن نصلي عن طريق الإنترنت. هلأ فينا نوصل محاضرة، فينا نوصل موعظة، فينا نوصل شرح، فينا نعمل اللي بدنا إياه، لكن كصلاة دار العبادة الكنيسة أو أي دار عبادة كانت، هي لقاء للمؤمنين مع بعضهم البعض ومع ربهم. فما بيصير أنا برأيي الشخصي تتعود الناس على الصلاة عن طريق الإنترنت أو الفيسبوك، لأنه ببلشوا بيقتنعوا أنه هذا أي صحيح. طب إيه ما في داعي أنا أروح على الكنيسة، ما في داعي أنا أروح على الجامع، أنا فيني صلي ببيتي. عظيم أكيد البيت هو فينا نصلي فيه وفينا نتعبد لربنا وين ما كنا، بالصحراء بالجامع بالكنيسة وين ما فيك تتواصل مع ربك، لكن كان في فرصة أكيد للشروحات للإنجيل المقدس أو لمواعظ تانية ولصلوات خلال هالفترة. أب فادي كأني بفهم من كلامك أنه كان في مطالبات للاستمرار، وكأنه في ناس فضلوا هذا الأمر ورغبوا فيه. الحقيقة أكيد في ناس بتحب هذا الشيء تتواصل فيه، خاصة في أشخاص كبار بالعمر ما بيقدروا ممكن يجوا على الكنيسة أو يصلوا، لكن في أغلبية وشكر الله على هالشيء أنه كان في الشوق واشتياق إلى المجيء إلى الكنيسة والصلاة واللقاء ببعضهم البعض، لأن الصلاة هي صلاة جماعة. بالضبط. صح. صدق أنا أتوقع أنه المؤمن لما يروح على دور العبادة مش هو رايح على مكان بناء، هو رايح على روحانية، رايح يتواصل أو يقترب مع الله سبحانه وتعالى، وأكيد رايح يشوف الأبناء الجالية أصدقائه، يعني هي تعتبر عيد كل ما يروح على الصلاة دائما بروح أكنه بيعتبر أنه هذا بداية الأسبوع الجديد، فهذا عيد إله، فهذه شغلة مهمة أكيد. أنا اسمحوا لي أستمر بس مع الأب فادي، حاب نتعرف عن الإجراءات، يعني الآن أخذ القرار
حتى يعود الناس إلى دور العبادة. صحيح الناس فرحانين، والناس اللي راحت المؤمنين متشوقين ل لا لا لعبادتهم، متشوقين للقائهم بأحبتهم، متشوقين للقائهم بالمؤمنين. هذا الكلام بيخليهم يندفعوا، وبيخليهم أحيانا بعض الأشياء يهملوها ما يفكروا فيها. وبالمقابل ارتباط مجلس الكنائس بوزارة الصحة وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات التعقيم والعناية والاهتمام لحماية المؤمنين أولاً، ثم حماية المجتمع من بعدهم ومن خلالهم. ما هي الإجراءات اللي تمت وتم الأخذ فيها من أجل استقبال القادمين ورواد الكنيسة؟ بالبداية كان لابد أنه يكون في عنا متطوعين بيساعدونا باستقبال الناس، بتعقيم الكنيسة، بتهيئة المكان، لأنه بيستوعب 30% من مقدرة استيعاب الكنيسة. نعم. فبقى القوانين هي أنه أول شيء بواب الكنيسة بدها تكون مفتوحة، الناس بدها تيجي في أماكن محددة. تعرف عنا بالكنائس في مقاعد، ممكن المقاعد بيقدروا يقعدوا عليها، بنحدد مقاعد بطريقة أنه نحافظ على مترين مسافة أمان إذا بدنا بين كل شخص وشخص. وعادة المؤمنين لما بيفوتوا على الكنيسة بيضلوا قاعدين محلاتهم، يعني ما حدا لا بيقوم ولا بيطلع، وبدون يكونوا حاطين الماسك. هذا الشيء طبعا شوي صعب، يمكن كتير غريب عليهم، في أشخاص يمكن يتضايقوا، لكن بدنا نحترم القوانين. ولما بيفوتوا من باب الكنيسة الرئيسي بدهم يطلعوا من باب تاني أو الباب الجانبي، يعني المدخل من محل والخروج من مكان آخر. نعم. بس دائما مع المحافظة على المترين. هذا الشيء بالنسبة للناس كان صعب، لكن مع الشرح شوي تقبلوا تفهموا، وطبعا كلنا عايشين بنفس البيئة يعني، وعم نعيشها كل يوم بحياتنا. نعم. أستاذ أنيس، يعني نعم. احنا بنعرف انه المساجد كان لما يقف الواحد المصلين يقفوا الإمام يقول تراصوا، الآن الإمام يقول تباعدوا، يعني خذوا كوفين. خذوا حذركم. هل استوعب الناس ذلك؟ يعني الأمر ليس بالأمر السهل، يعني طول العمر والناس تتعود على هذه الطريقة ثم يكون الأمر بعكسها. وبالإضافة إلى استقبال الناس أيضا، كما قال الأب فادي، استقبال الناس بإجراءات. فما هي الإجراءات وكيف أقنعتم الناس؟ والله بالنسبة للإجراءات مثل ما قلت بالأول، عندنا فريق متطوعين ما شاء الله عليهم، اجتمعنا قبل بشي أسبوع يعني، وقبل بيومين ويوم الجمعة كمان قبل ما بدأنا بصلاة الجمعة بشي 3 ساعات تقريبا، كنا محضرين من جميعه يعني، عنا سانيتايزر، عنا ماسكس، عنا أكياس للأحذية أجلكم الله، يعني كل إنسان بده يدخل بيحط حذائه في كيس ويعقم إيديه وبيحط ماسك. ونحنا كنا يعني فاتحين إنه الناس تسجل أونلاين، شيء 80% مسجلين أونلاين، واللي مش مسجلين أخذنا أسماءهم مع كل المعلومات عنهم. كمان الفريق اللي كان المساعد هو يعني سأل الناس، تعرف من الناحية القانونية الأسئلة المتعارف عليها، إذا كان الإنسان عنده حرارة، إذا عنده كذا، إذا وطلبنا من الناس كمان تجيب سجادات الصلاة معه، واللي ما عنده أمنا له كل شيء كان مؤمن نهار الجمعة. بس ولكن ما شاء الله الناس استجابت، يعني رح أقول لك 90% كانت الناس جاية وحاضرة ومجهزة أنفسها، وكانت صلاة الجمعة ناجحة جدا. ولكن الإمام يعني ما قال تراصوا هالمرة. طب قال تراصوا
خلوا مسافي بين بعضكم، تراصوا بقلوبكم، تراصوا في القلوب. والله يا أخوان، الناس اشتاقت لبعضها حقيقة، مثل ما تفضل كمان الأب فادي، الناس مشتاقة لبعضها، مشتاقة تروح على المساجد أو الكنائس. ولكن كان درس إلنا أجمعين، نتعلم على الصبر، نتعلم على وسائل تانية نطمن عن بعضنا فيها، نتعلم كمان هيدي فضل من رب العالمين إنه في وسائل تواصل، إنه مثلاً كان في برامج تعليمية دينية من خلال الإنترنت كمان، هيدي كلها فيها إفادة ما شاء الله للمؤمنين جميع. إن شاء الله أرد أسأل عن موضوع التسجيل اللي ذكرته، لأنه شفته في بعض المساجد، وحننتقل للأب فادي نسأله هل في هناك تسجيل، هل الهدف منه، لأن احنا بنعرف القانون بيحكي أنه 30% من الكباسة تبعت دور العبادة ممكن تدخلها، إذا أنت بتقدر تدخل 1000 شخص بالفترة هاي بتقدر تدخل بس 300. فهل التسجيل لهذا الهدف أم التسجيل لأهداف صحية أخرى، إذا لا سمح الله اكتشفت حالة نقدر نتابع اللي كانوا موجودين؟ وشو بيصير إذا صار عندكم أوفر كاباسيتي، إجاك على صلاة الجمعة 500 واحد وإنت مسموح لك 200 واحد، what to do؟ أوكي، نحن حاضرين جاهزين على طول، عندنا بلان A وبلان B always مثل ما منقول. نحن عندنا سعة تقريبا هلأ بالوقت الحاضر لشي 220 شخص. الجمعة الماضية والله ما شاء الله كان فل، ولكن ما كان عندنا ناس أكثر من العدد المحدد. بالنسبة للتسجيل أونلاين، نعم هو في فائدة، فائدة إلنا تنعرف تقريبا قديش عدد المصلين اللي بدهم يجوا. إذا كان الناس سجلت أكثر من هذا العدد، على طول فينا نصلي الجمعة صلاة تانية أو ثالثة. حلو، تنسيق عشان يصير تنسيق أسهل. إيه أكيد أكيد، هذه من ومن الناحية الثانية كمان، نحنا بناخذ الأسماء أرقام التليفونات. سبحان الله، إذا تعرضنا لأي شيء بيكون عندنا معلومات كافية عن الناس اللي قدمت للمسجد ممتاز. حتى عندنا هذه الجمعة محضرين أكثر شوي كمان، أجهزة لفحص الحرارة، ومثل ما تفضل كمان الأب فادي، كان في عندنا المين دور هو للدخول للنساء والرجال، وعندنا خروج عن الأبواب الجانبية كان حسب ما السيتي أعطتنا المعلومات، بلدية أطوة. أب فادي نفس السؤال، هل عندكم تسجيل للكنيسة وشو العدد المسموح فيه؟ أكيد هو 30% من الكاباسيتي تبع الكنيسة. هلأ مفروض يسجلوا طبعا أونلاين أو عن طريق بيتصلوا بمكتب الرعية، بيكون عندنا كل المعلومات عن الأشخاص. لا سمح الله أي شخص بيتعرض إلى إصابة، طبعا نحن مجبورين نسألهم بالبداية هالأسئلة الاعتيادية، أنت ساخن، كنت مسافر، احتكيت بشخص عنده الكوفيد 19، أو أنت عندك إنفلونزا، أو ممنوع يفوت بهاي الحالة. لكن لا سمح الله أي شخص بيتعرض إلى الإصابة، هيك بيكون عندنا ليستة الأشخاص معلومات عنهم للمتواجدين، لأنه ضروري تأخذها وزارة الصحة ليقدروا يتواصلوا معهم يعملون الفحوصات اللازمة. طيب أب فادي، الآن بعد أول أحد، بعد أول زيارة، بعد أول وفود للناس على الكنيسة، هل شايف إنه طبعا إحنا بنحكي عن أسبوع صار لنا، صح؟ لأن إحنا من أول وفود، من أول فتح للأبواب دور العبادة صار لنا الآن أسبوع. خلال الأسبوع هذا الحمد لله أظن ما صار في تسجيل لأي حالة من أي كنيسة أو من أي مسجد أو من أي دار عبادة، أم هل سجلت أي حالة مثلا في أي مسجد أو كنيسة أو دار عبادة؟
بنشكر الله لهلا طبعا ما في أي حالة، نعم والناس الحقيقة ملتزمين بالتوجيهات يلي كانت تبع وزارة الصحة أو الكنيسة بالمجيء بوقت معين، بحط الماسك، بالتعقيم، بالالتزام بمقاعدهم، بالدخول والخروج من الأبواب اللي المحددة. وإذا ما بتصور بنحافظ على هالقوانين والتعليمات، بتصور من ما بيكون إن شاء الله بأي حالة، لا بكنيسة ولا بجامع ولا بأي دار عبادة كانت. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ أنيس، الناس بعد ما طلعوا من المساجد، في ناس كانوا متخوفين، في ناس كانوا متخوفين إنه يأتوا على أول جمعة. هل تتصور إنه الجمعة القادمة راح يكون العدد أكبر، ولذلك أنتم بدأتوا ترتبوا أموركم على كاباسيتي أكثر، ولا بتتوقع إنه لسه ممكن محتاجين أكثر فترة زمنية أكثر حتى الناس تطمئن ويكون التدفق أكبر؟ والله هلا لا شك إنه في عدد كبير من الناس بعد متخوف لحد الآن، وهذا لا. حقهم يعني طبيعي. حقهم يعني أنت بتعرف، ولكن في عدد لا يستهان فيه كمان، يعني متعطش يعني لزيارة المسجد، ولكن الجميع اللي قدموا يعني الأسبوع الماضي كانوا ملتزمين جدا. من ناحيتنا نحن جاهزين ل يعني العدد لو كان تريبل، أربع مرات أكثر، نحن جاهزين الحمد لله. الحمد لله. طب أنا بدي أسأل سؤال، التجهيزات اللي عم بتقوموا فيها أكيد في عليها تكاليف مالية، وهي التكاليف مش بسيطة، لأنك بدك تجيب هاند سانيتايزرز، وبدك تعمل ماركس، وبدك تحط تشتري ماسكس. هل هاي فعلا كلفت كتير دور العبادة، أم يعني كان في متبرعات قدرت تغطي هذا الموضوع؟ الأب فادي يمكن، أو الأنيس. تفضل أنيس. تفضل تفضل تفضل، يلا بدامك بديت يلا همك. شوف، الخيرين كتار الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ما بتخلى الدنيا من عاملين الخير. يعني بس حقول انه الاسبوع الماضي احد الاخوان هو طالع على الباب قال لي انا راح اتبرع بسانيتايزر للمسجد، وارجوك راح اتبرع بكميه كبيره، اي مسجد بحاجه فيك تساعدهم فيها. نحن بالنسبه للتبرعات يعني كان عندنا اونلاين، ناس قدمت الحمد لله، يعني جمعنا مبلغ لا يستهان فيه، وأكثر شيء كان برمضان، الأنفس مهيئة برمضان كثير بتكون لعمل الخير، يعني على مدار السنة الحمد لله، بس رمضان يبقى له روحانية خاصة. صحيح. إيه بقى التكلفة يعني مش قليلة، ولكن الحمد لله قادرين نغطي الحمد لله رب العالمين. أب فادي، يعني مثل ما تفضل الأخ أنيس أنه الخيرين كتار والطيبين واللي أيادي البيضاء عن جد كتيرة، في ناس أكيد تبرعت، والكنيسة أكيد بتغطي النقص، والحمد لله يعني أكيد يلي بهمنا بالنهاية ما هو قديش بيكلف، بقدر ما نقدر نخدم الناس ونساعد الناس على أنه يرجعوا إلى الصلاة بروحاني، والباقي ربنا أكيد ما بينسى دور العبادة، الكنيسة أو الجامعة أو أي دار عبادة كانت. هاي دور. أنا بدي أستمر مع الأب فادي في سؤالي. الناس لما تبدأ تشوف شيء غير معتادين عليه، بجوز يكون في فتاوى، بجوز يكون في يعني آراء في العبادة، آراء في الدين، بتخلي الناس يحسوا إنه لا، يعني محتاجين تعليمات أكثر، محتاجين تدخل روحي أكبر، محتاجين تقنعونا، محتاجين هذا الكلام. هذا الكلام هل كيف كنتوا توصلوا للناس، كيف كنتوا تأخذوا بإيد الناس حتى يحسوا على الوضع الجديد، الطبيعة الجديدة الآن؟ إحنا هذا الكلام ممكن يستمر أشهر بهذا الشكل، ف
فما هي أدوات الطمأنينة بإحساس أنه الناس ما فقدوا إيمانها، الناس بتعمل صح، وأنه الناس تعبد وهذا الطريقة الجديدة من العبادة ستقبل، الناس اللي ما بتستطيع أنها تأتي ولأنها يعني تجاوز العدد 30%، فهي أيضا انكتب لها نفس الأجر ونفس الخير اللي انكتب للناس اللي قدمت. كيف بتطمنوا الناس بهذا الشكل؟ يعني أول شيء من سواك بنفسه ما ظلمك. صحيح. لما راعي الكنيسة أو الإمام أو الشيخ أو أي مسؤول عن دور عن دار عبادة بيلتزم هو بالبداية عم يعطي المثل إلى الآخرين. هاي بالبداية أول شيء. ثاني شيء ما فينا، عم بحكي بإيماننا المسيحي، ما فينا نجرب الله، يعني ما فيني أنا أحط إيدي بالنار وقول الله رح يخلصني. الله عطانا عقل وعطانا فكر وفهم لحتى نشغل عقلنا، ونحن عايشين بوباء مر على تاريخ الإنسانية كتير أوبئة وبدهم يحموا حالهم الناس، فبقى كمان الكنيسة أو الجامع أو أي دار عبادة بحاجة الناس تفهم وتشغل عقلها. ولما بنشرح لهم انه نحن بدنا نحمي حالنا، نحمي الاخرين حتى لو كانت هالفتره صعبه، لكن هالفتره بدها تنتهي، ما في شيء ما بينتهي، لكن الله موجود، الله حاضر بحياتنا، الله اكيد رح يخلصنا اذا نحن بنشغل عقلنا وبنحترم القوانين، واكيد رح نرجع لحياتنا الطبيعيه شوي شوي. اكيد نحن شعبنا شعب مؤمن، شعب عنده كل الايمان والثقه برب العالمين، وبنعرف انه الله ما بيترك عبيده، وان شاء الله هيك تمر هالفتره بسلام على كل الناس ان شاء الله. استاذ انيس، الفتاوى طبعا في هذا المجال اتوقع ايضا كانت فتاوى متعدده في موضوع انه لا المساجد لازم تفتح، لازم يكون في اقبال، او الناس تفهمت. كيف كنتوا تطمنوا الناس انهم هم على خير، وانه لو حتى ما استطاع انه ياتي الى المسجد مع هذا الفوج ممكن ياتي مع الفوج الثاني والفوج الثالث، وانه حتى الشخص اللي عنده يعني صعوبه انه يجلس في بيته، كيف كنتوا تطمنوا الناس؟ طب هلا بالنسبه للفتوى كانت فتوى عامه باغلاق المساجد. نعم. لانه السلام العامي هي قبل كل شيء. والله سبحانه وتعالى هو مسؤول عن دياره، يعني تفتح أي متى بإذنه إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة للتطمينات، هي البرامج اللي كانت أونلاين للأئمة ما شاء الله عليهم، كل الأئمة في أطوة كانت عنا ما شاء الله، كانوا نشيطين، محاضرات، دروس، تعليم ثقافي، برامج دينية، كلها كانت أونلاين. بقى الناس يعني كانت متقبلة هذا الموضوع لأنه ما في حل آخر، صح؟ نعم. طيب أنا في عندي سؤال الآن يمكن بدور ببال كل مؤمن بده يروح على دور العبادة، إيش هي الإجراءات اللي لازم أسويها قبل ما أروح؟ فمن هون بدنا نوجه رسالة لكل شخص بسمعنا الآن حابب يروح على المسجد أو الكنيسة، شو الإجراءات اللي لازم يسويها؟ هل في هناك إجراءات لازم يتبعها بإحضار أشياء معينة معاه؟ هل هناك إجراءات لازم يسويها تسجيل زي ما حكيتوا؟ هل هناك إجراءات معينة للباركينج؟ حابين نسألكوا، تفضل أستاذ أنيس يمكن نبدأ فيه. نعم، بالنسبة لعنا للمسجد الوضوء، أنا معلش بدي أزيد الوضوء بالنسبة لل... كانت واضحة وبعتنا إيميلات لكل الناس، حطينا على الفيسبوك على صفحة المسجد إنه كل إنسان بده يدخل المسجد مفروض يجيب معه سجادة للصلاة، مفروض يجيب معه ماسك، مفروض يكون محافظ على نفسه بالبداية، يعني مش مجتمع مع إنسان عنده عوارض، أو هو إذا كان مثلا حتى لو الإنسان يعني عنده فلو مثلا أو عنده سعلي أو شيء، يعني مش لازم، يعني لازم يبقى ببيته أفضل إله للغير.
بالنسبة للوضوء نحن ما أقفلنا أماكن الوضوء، ولكن حثينا الناس على أنه تيجي محافظة على وضوءها إلا للضرورة يعني، والحمد لله كانت الناس متجاوبة جدا يعني معنا. أبونا الأب فادي، طبعا بحسب التعليمات اللي اجت من مجلس الكنائس الكاثوليك مطلوب من الناس، طبعا شرحناها على الفيسبوك وحطينا كل المعلومات على صفحات الكنيسه والمطرانيات، مطلوب من الناس يعملوا فحص حراره لحالهم قبل ما يجوا، واللي بيعرف عنده مرض او انفلونزا او حشاكم اسهال لازم ما يجي، لانه المحبة الأخوية بتفترض علي أنه الآخر هو أخي وسلامته من واجباتي حافظ عليها. لازم يلتزم بالمجيء قبل الوقت بالسانيتايزر، بالتعليمات اللي عم نواجهه فيها قبل ما يفوت على الكنيسة وبيطلع. وطبعا الأعمار فوق 70 سنة بحسب وزارة الصحة يفضل أنه ما يجوا، لانه ممكن يكونوا معرضين اكثر الى الاصابه لا سمح الله. بس طبعا مو ممنوع، لكن يفضل انه يلتزموا ببيتهم اكثر. انا بدي اسال سؤال حقيقه، من بدايه ما بدات الازمه وانا يعني حاب التقيكم واسالكم هذا السؤال، ولا ادري يعني اذا كان في اجابات له ولا لا. سؤالي، هل في مواقف أول ما بدأت الأزمة والناس ابتعدت وأجبرت، خلينا نحكي بشكل واضح، أجبرت على البعد عن دور العبادة، وبعد ما الآن عادت يعني بشوق لدور العبادة، هل هناك مواقف ممكن تذكروها للناس، يعني مواقف إنسانية مواقف إيمانية حصلت ورأيتموها ممكن تخبروا يعني الناس بها؟ الأب فادي. أكيد من بداية البانداميك كان في عنا مجموعة من المتطوعين، وبستغل هالفرصة لأتشكرهم وأتشكر كل المتطوعين يعني وين ما كان، اتطوعوا لحتى يودوا أكل أوقات للي ما بيقدر يروح على السوبر ماركت يودوا له هو هن الاكل على البيت على باب البيت ويتركوا له اياه وبرجعوا بفلوا، ويلي ما بيقدر ياخذ الدواء او يشتري الدواء كمان هن بيقدروا ياخذوا له دواء. في اشخاص كمان خياطين عملوا ماسكات او عملوا المريول اللي بيلبسوها النورس والانفيرميير بالمستشفى وتقدمت لهم. يعني جربنا بطريقة من الطرق نعمل شيء، يعني عمل خير أو عمل تطوعي بدل على المحبة ووقفتنا حد بعضنا البعض، خاصة مع الأشخاص يلي هن شوي أكثر بحاجة لا معونة أو لمساعدة. نعم أستاذ أنيس. نعم والله هو نفس الشيء، يعني نفس الموضوع صار عندنا بعض الأخوات ما شاء الله عليهم، يعني من تلقاء نفسهم بدأوا صمموا بعض الماسكات ما شاء الله، وكان تبرعوا فيها لكثير من الناس. وعندنا زكاة فند كثيرة كانت الحمد لله رب العالمين، تم تأمين لعدد لا يستهان فيه من الناس من المحتاجين أكيد. ونحن عندنا الهول اوف بيس، المبنى اللي بجنب المسجد على طول مفتوح وموجود فيه كل أنواع الأكل والشرب والمعلبات للناس المحتاجة. ومن خلال برنامجكم الكريم أنا بعرض لأي إنسان بحاجة يتفضل يتقدم للمسجد، وأهلا وسهلا، الأبواب مفتوحة والله. تسلموا تسلموا. طبعا يعني إحنا
كثير انبسطنا لموضوع فتح دور العبادة، ولكن من هذا المنبر بنوجه رسالة للجميع انه يكونوا لسه في حذر، لانه الحكومة لسه في تيستينج بيريد، يعني زي ما انتم سمعتوا انه فتح دور العبادة لم يكن بالكامل 30%، ان شاء الله نوصل الى 100%، بس اكيد راح يكون هذا بترتيب او ب يعني بوقت معين. بظهر هذا نتائجه اذا احنا التزمنا، اذا ما التزمنا ولا سمح الله صارت حاله واحده في احد دور العباده تاكدوا انه راح يغلقوهم مره اخرى. فاذا واحد عنده اي مشكله، اي عرض، اي ارتباط مع شخص كان معاه كوفيد 19 او لسه معاه كوفيد 19 وما عمل كشف وما تاكد انه سليم، زي ما حكوا الإخوان إنه ينتبه ما يروح لدور العبادة هاي، لأنه إذا لا سمح الله عدا شخص أو حكوا إنه صار في حالة راح تأثر على جميع دور العبادة بلا استثناء. في أسئلة من الأخ مثنى بيسأل عن موضوع الهجرة الكنسية، حنتكلم إحنا في عدة حلقات عن موضوع الهجرة، ما أتوقع أحد الإخوان هون بيعرف عن الموضوع. بكرة حيكون عندنا حلقة حنحكي عنها هلأ بعد شوي. في سؤال، هل تفاعلت دور العبادة مع القادمين الجدد؟ الحمد لله أنا متوقع وأنا يمكن أجاوب هذا السؤال، إنه لا دور العبادة ولا الكنديين بفرقوا بين قادم أو مش قادم، بين كندي أو مش كندي، كل واحد موجود على هذه الأرض يستحق كما قال محمود درويش الحياة. فأي واحد بروح على المسجد سواء قادم جديد أو له عشرات السنوات في كندا أو راح على الكنيسة وبده مساعدة، أكيد الإخوان والزملاء ما راح يقصروا فيه، تأكد يعني. ما بعرف إذا في عندكم أي شيء إضافي. نحن من جهتنا مثل ما قلت الباب مفتوح بغض النظر شو ديانة الشخص، نحن بشر، هذا بالبداية. بقى ساعدنا كتير الحمد لله ومستعدين نساعد كمان إن شاء الله بإذن الله. يعني نفس الشيء كمان، الكنيسة لعبت كتير دور خاصة بالحرب، إن كان على سوريا أو العراق إن شاء الله ما بترجع تنعاد أبدا، آمين، وبيحل السلام ببلادنا. لكن ما بنميز ابدا، والكنيسه ساعدت مسيحيين ومسلمين، لانه ما بنميز، الانسان هو انسان، هو كلنا ابناء الله بالنهايه. لكن بالوقت الحالي كله مسكر والطلبات واقفه، ان شاء الله بترجع تفتح ونقدر نساعد بعض الله. امين امين، قريبا ان شاء الله، بس لازم يفتحوا 30% على القليل. ان شاء الله ان شاء الله لازم نطالب فيها هذه. ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا في نهايه اللقاء بدنا نشكركم، بس بدنا نعطيكم زي ما بيحكوا اخر دقائق توجهوا رساله، شيء ما سالنا، شيء حابين تحكوا عنه، حابين توجهوا رساله للجمهور، تفضلوا المنبر لكم. الاب فادي، أنا بالبداية بدي أشكركم على هالاستضافة وعلى هالبرنامج، الله يقويكم، وفرصة سعيدة ألتقي بها الوجوه الطيبة. أنا إذا عندي كلمة هو أنه يا ريت من كل أخوتنا اللي عم يتسمعوا علينا مسلمين ومسيحيين نحافظ على الالتزامات اللي في بيوجهولنا إياها، لحتى ما يصير عنا أي حالة وما تضطر الدولة تطلب منا نرجع نغلق دور العبادة. والله يحمي الجميع، يشفي جميع المرضى، ويرحم جميع الموتى. آمين آمين. أخونا أنيس. وأنا بدوري بشكركم شكر كتير والله على هالاستضافة، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم، وهذه فرصة لكل العرب بشكل عام ببلاد الاغتراب، يعني للتقارب إن شاء الله رب العالمين. من ناحيتنا كمان نصيحة، هي نصيحة وهي درس إلنا جميع، نتعلم على الصبر بالأول. أول شيء هو الصبر، إذا الإنسان تعلم على الصبر بينجح بكل أمور حياته إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. وكمان يتقيد بالسلام العامي، يعني أهم ما هنالك، ولسلامة الفرد، إذا سلم الفرد سلم المجتمع بشكل عام.
صحيح. ومن خلال منبركم بشكركم جميع وشكرا على الاستضافة، وكمان من ناحيتي لعندي بشكر الإدارة في المسجد والمتطوعين، وإن شاء الله نجتمع بهالوجوه الطيبة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قريب كمان مع الأب فادي ومعكم إن شاء الله رب العالمين قريبا بإذن الله. نتشرف إن شاء الله. الحقيقة اللقاء معكم، اللقاء معكم لا يمل. لما بنتكلم عن الإيمان يعني مشاعرنا وقلوبنا كلها تختلف وتبتهج. إحنا تفائلنا بفتح دور العبادة، وإن شاء الله هذا التفاؤل يكون في محله، وإن شاء الله نسمع عن فتح نسب أكثر وإمكانيات أكثر لاستقبال وافدين أكثر للعبادة. إحنا يعني نرحب فيكم دائما على هذا المنبر، ودائما دائما نتمنى أن نلتقي سواء على هذا المنبر في هذه القناة أو في دور العبادة أو في الأماكن العامة إن شاء الله قريبا بعد ما تفتح البلد وتنتعش ويعود لها عملها ونشاطها كما كان. أرحب فيكم وأرحب بجمهورنا الكريم وأهلا وسهلا. أنا في النهاية حابب أشكركم باسم كنار تي في لتشريفكم وحضوركم وموافقتكم أنكم تكونوا معنا. حابب أشكر جميع المشاهدين والمتابعين اللي علقوا وشاهدوا. بذكركم بحلقات يوم اليوم إن شاء الله، في حلقة عندنا الساعة 9 حتكون عن مع الدكتور محمود صوص عن مشاكل الجهاز الحركي، حيكون فيها استشارات أونلاين، فإذا حابين تدخلوا عندكم أي مشاكل ممكن تكتبوا وهو حيجاوبكم. بكرة إن شاء الله حيكون عندنا 3 حلقات. حلقة الساعة 5 حتكون عن الهجرة مع مستشار هجرة، حيتكلم عن هجرة رجال الأعمال، حتكون بداية سلسلة إن شاء الله. الساعة 7 إن شاء الله حيكون عندنا جمال الحياة مع ريم، حتتكلم عن موضوع مهم في التغيرات اللي صارت في الكوفيد وكيف we can cope with it يعني نفسيا واجتماعيا. والساعة 9 إن شاء الله حيكون عندنا مقهى كنار لايف، حيكون عندنا ضيفين الفنانة الفلكلورية غادة والكوميدي زاهر عامر، فكونوا معنا، كونوا معنا إن شاء الله. حلقاتنا إن شاء الله كل يوم لكم، وإن شاء الله تستفيدوا منها. وفي نهاية هذا اللقاء بنقولكم نستودعكم الله، والسلام عليكم.